مباراة اليوم أمام موريتانيا مباراة ليست بالسهلة تماما، فالمنتخب الموريتاني ليس بالمنافس الضعيف، والدليل ما شاهدناه وهزيمتهم للجزائر في الكأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وليد الرجراجي يفاجئ المغاربة ويقرر عمل تعديلات وتغييرات كبيرة في تشكيلة الأسود الأساسية في مباراة اليوم أمام موريتانيا. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من العشاق، من المحبين، من المتيمين بالمنتخب المغربي والنجوم المغاربة، فضلا وليس أمرا، الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. أكد اليوم موقع البطولة المغربي أنه من المنتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب المغربي اليوم في لقاء موريتانيا العديد من التغييرات والتعديلات، ومن المتوقع أن يدخل وليد الرجراجي بتشكيلة مكونة من ياسين بونو في حراسة المرمى، رباعي الدفاع محمد الشيبي بدلا من يحيى عطية الله، أشرف داري ونايف أجرد، وفي الجبهة اليمنى النجم الكبير أشرف حكيمي. في منتصف الميدان سيبدأ أسامة العزوزي المباراة بدلا من سفيان إمرابط، وسيجاوره عز الدين أناحي. أما رباعي الأمام سيستمر إبراهيم دياز في التشكيلة الأساسية بعد الأداء الكبير الذي قدمه أمام أنجولا، يمينا حكيم زياش، يسارا أمين عدلي بدلا من إلياس بن صغير، وفي الأمام مهاجم سفيان رحيمي معشوق المغاربة سيبدأ بدلا من أيوب الكعبي. في نهاية الأمر كل التوفيق للمنتخب المغربي اليوم في تقديم مباراة كبيرة والفوز بنتيجة عريضة تسعد العشاق والمحبين.